السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا سادس؟ اليوم نتحدث بمادة التربية الوطنية، وبدنا ناخذ الدرس الثالث اللي هو نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية. طبعاً إحنا حكينا عن نظام الحكم بالدروس اللي فاتت، بس هلأ بدنا نحكي بشكل موسع. أول شيء بدنا ناخذ إنه كل دولة لها نظام خاص فيها، نظام حكم بتناسب مع ثقافتها، ثقافة شعوبها، ظروفها السياسية الاقتصادية. هلأ في بداية الفقرة هون حاطين لنا ثلاث أنواع للأنظمة، عندنا النظام البرلماني واحد، عندي النظام الرئاسي اثنين، وعندي نظام ثالث وهو النظام المختلط. النظام البرلماني هو بيكون نظام ملكي، في عندنا مجلس برلمان بنوب عن الشعب في الحكم، مثل عندي الأردن وبريطانيا. نظام رئاسي اللي هو رئاسة جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية، والنظام المختلط هو عبارة عن برلماني ورئاسي مختلط بين النظامين مثل فرنسا. هلا هون بس تعداد نعرفهم. عندي أول شيء بدي أحكي عن نظام الحكم في دولتنا الأردن. طبعا تعريف نظام الحكم أو إيش مقصود بنظام الحكم هو الطريقة المتبعة في قيادة الدولة وصنع القرار السياسي. إذا هو طريقة حتى أنا أقدر أقود دولتي وأصنع القرار السياسي. هلا عندي هون مهم نعرف مفهوم نظام الحكم. هلأ باجي هون نقطة اللي هو إيش هو نظام الحكم عندي في الأردن. طبعا نظام الحكم عندي في الأردن دائما نيابي ملكي وراثي. نيابي ملكي وراثي، نيابي يقصد في إنه في عندي مجلس نواب ينوبون عن الشعب، ملكي اللي بيرأس الدولة يسمى بالملك، ووراثي بيأتي لحكمه عن طريق الوراثة مش الانتخاب. طبعا عندي أهم نقطة إنه الملك هو رأس الدولة الأردنية. طبعا ملكنا هو الملك عبد الله الثاني حفظه الله، وهو رأس الدولة الأردنية، بيرأس السلطات الثلاث. عندنا ثلاث أنواع للسلطات، إذا ذكرنا أخذناها: السلطة التشريعية، وعندي السلطة التنفيذية، وعندي السلطة القضائية. هدول ثلاث سلطات عندي موجودين في الأردن بيرأسهم الملك. طبعا عندي هاي الملك، بعد الملك في عندي ولي العهد اللي هو يتولى الحكم بعد الملك، والسلطة السلطات الثلاث: تشريعية، تنفيذية، قضائية. هلأ مزايا النظام الملكي: وضوح الفكر السياسي، المحافظة على وحدة الدولة وتماسكها، وعدم وجود صراعات الحكم لأن طريقة الحكم واضحة، فما في يصير عندنا صراعات على الحكم. طبعا اللي بحط عليه خط بينتقل على الدفتر يا مس، بنلخصه على الدفتر. عندي التعريف، عندي ايش هو نظام الحكم في الأردن، وصفة الملك انه رأس الدولة ويرأس السلطات الثلاث، حكينا ايش هم السلطات ومزايا الحكم او النظام الحكم في الأردن. هلأ في عندي هون مادة الدستور، في مادة من مواد الدستور، نعرف ان الدستور عبارة عن مواد. في مادة واحد هو حددت الدولة ان المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة، وحكينا شرحنا الحصص الماضية ايش يعني سيادة. ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه. الشعب الأردني جزء من الأمة العربية، ونظام الحكم اللي بيهمني نيابي ملكي وراثي. هلأ بدنا نحكي عن صلاحيات الملك. طبعا الملك بيمارس صلاحياته من خلال مادة في الدستور، هي المادة 40 حددتها: يمارس الملك صلاحيته بإرادة ملكية، وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء أو الوزير الوزراء المختصين. طبعا الملك هو يبدي موافقته بتثبيت توقيعه تحت أي من فوق عفوا فوق أي من التوقيع المذكورة. هلأ صلاحيات الملك أو وظائف الملك: أول شيء عندي الملك يصدق على القوانين ويصدرها. صلاحيات الملك: واحد، يصدق على القوانين ويصدرها. اثنين، الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية البحرية الجوية. ثلاثة، الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح. أربعة، الملك يعين رئيس الوزراء أو يقيله، ويعني يقيله يعزله ويقبل استقالته. طبعا هو اللي بيعين عندي الوزراء والأعيان، أخذناها برضو بالحصص الماضية. إذا عندي صلاحيات الملك 1 2 3 4 من الألهام على الدفتر: ولاية العهد. طبعا احنا حكينا انه نظام الحكم عندي وراثي، وبنعرف انه ملكنا الحالي هو الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الملك الحسين بن عبد الله كما مبين عندك بالصورة. هنا عندنا ولي العهد. طبعا انه عندي الحكم وراثي، فيعني انه نظام الحكم وراثي في أسرة الملك نفسه، بيكون بينتقل الحكم من
الملك إلى أكبر أبنائه سنا، طبعا إذا ما كان عنده أبناء إلى أحد أخوته. عندنا الفقرة هاي نجي نحفظ بس إحنا نظام الحكم وراثي في أسرة الملك عبد الله الثاني، وينتقل من الملك الحالي طبعا إلى أكبر أبنائه سنا أو أحد أخوته. عندي هون الشروط الواجب توافرها في من يتولى الحكم وفق الدستور الأردني، أتوقع مش موجودة في كل الكتب، عندي نسختين للكتب. أول شيء عندي أن يكون مسلما عاقلا، ألا يكون من ممن استثنوا بإرادة ملكية بسبب عدم لياقتهم، أو أن يتم سن 18 سنة قمرية، يعني يكون عمره 18 سنة قمرية يعني عربية، ويكون مسلم عاقل. هاي الشروط الواجب توفرها في من يتولى الحكم. هيك انتهى الدرس، بدنا نلخصه يا مس زي ما انتم شايفين عندي على الكتاب اللي حطيت تحتيه خط بننقله على الدفتر. واكيد اكيد اكيد يا سادس لازم نحفظ كل تلخيص عشان ما يتراكم علينا ونكون ملمين بالمادة. عندي واجب طبعا كالعادة، رح تسألوني على الكتاب ولا على الدفتر؟ على الدفتر، سؤال وجواب سؤال وجواب يا مس، اللي هو السؤال الثاني والسؤال الرابع. عندنا حل السؤال الثاني والسؤال الرابع، ننقل كمان يا حبايب التلخيص ومنحفظه يا أمي، ومندير بالنا إنه نكون المادة حافظينها أول بأول. ويعطيكم العافية.